هو اللي جاب الجواب صحيح. ما قادر يدير والو. وانت اللي جيتي تشارك معايا اش من حمقى صاحبي. انت اللي جيتي تشارك معايا. Ladies and gentlemen, welcome in a new video in my channel Smile You. Today is a crazy video. كملتي. السلام عليكم متتبعين قناة Smile You. اليوم عاوتاني خرجنا الشوارع المغربية وسولنا الناس وبالضبط في مدينة قنيطرة. وغادي نسولوا الناس واللي جاوب غادي يربح وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالهم وهذا دائما كيجبد المشاكل. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. ديما Smile You. وديما Smile You. Smile You. Smile You. السلام عليكم متتبعين قناة Smile You. كيف العادة خرجنا الشارع المغربي وبالضبط مدينة قنيطرة باش نسولوا الناس واللي جاوب صحيح غادي يربح. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم خديجة. خديجة غادي نسولك واحد السؤال، إذا جاوبتي غادي 50 درهم، السؤال الثاني غادي 100 درهم، والسؤال الآخر غادي 300 درهم، مستعدة تجاوبي؟ مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يوسف قصري. أيوا خويا يوسف قصري. كندير مسابقات. كندير مسابقات، لاباس خويا. بخير. يحفظك. غنصور أخويا ونكملو. تشارك معك. مرحبا تشارك معنا، تشارك؟ نشارك. مرحبا. غادي نسولك السؤال الأول، إذا جاوبتي صحيح غادي 50 درهم، مستعدة؟ مرحبا. السؤال الأول شكون هو؟ حتى أنت غادي تشارك معنا. شكون هو الهداف التاريخي ديال البطولة الوطنية المغربية؟ نقاش. نقاش. الجواب ديالك النهائي؟ نقاش. شكون هو الهداف التاريخي ديال البطولة الوطنية المغربية؟ بوساتي. الجواب عندك خطأ، هو الجواب عنده صحيح، ربحتي 50 درهم. ما تقلقيش، باقي سؤال فيه 100 درهم، إلا جاوبتي غدي 100 درهم. شكون هي الفرقة اللي فازت بالبطولة الوطنية ب 90 نقطة؟ كسب التادلة. كسب التادلة. شكون هي الفرقة اللي فازت بالبطولة الوطنية ب 90 نقطة؟ النادي الرياضي القنيطري. الجواب ديالك النهائي؟ الكاك. الجواب عندك صحيح خويا، كتفوز ب 100 درهم. آخر 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 سؤال، إلا جاوبتي غتدي 300 درهم. شكون هو الفريق المغربي اللي وصل لنهاية كأس العالم ديال الفراقي؟ كوكب المراكش. متأكد؟ تغلطني عاوتاني. كوكب المراكشي. يعني الجواب النهائي؟ كوكب المراكشي. شكون يا خويا الفرقة اللي وصلت النهائي؟ الرجاء. الجواب ديالك النهائي؟ خويا مبروك عليك، الجواب صحيح. اش صاحبي مبروك عليك، كيفاش مبروك عليك؟ أنت من سبع أنت تغلطني، قولي قولي قولي. أنا تقولي أنت اللي كتقولي، ما كاينش فاز أصاحبي. هو اللي تقولي. راه هو اللي تيقول لي قولي. جاوب راسك أنت ما يقولكش، علاش تقول لي؟ هو اللي قال لي. تقولي. وأنت كتقول لي ما تقولش لي، خليني نفكر أصاحبي. أنا كنت كنهضر مع راسي. أنت ما كتهضرش مع راسك، كتقول لي في وجهي. أصاحبي تجيبني شتاك مع حمقى أصاحبي وشتاك. وأنت اللي جيتي عندي وشتاك معاك، أنت اللي جيتي تشارك معايا. وأنت جايبني شتاك مع حمقى أصاحبي. وأنت اللي جيتي تشارك معايا اش من حمقى أصاحبي. أنت اللي جيتي تشارك معايا، أرا داك الفلوس اللي هنايا. أنا الفلوس أنا ربحت. واش ما ربحتي أنت اللي كتقول لي؟ وأنا قلت لك قولي لي. أش قولي لي ولا ما تقول لك ولا يقول لك؟ أرا صاحبي داك الفلوس اللي هنا. وأنا قلت لك نجي ما قلتش ليه هو. وأقول لي ولا ما تقول لي ولا قول لك، خليه يسولني نفكر أنايا، أرا داك الفلوس اللي هنا. دور معاه دور معاه. دور معاه. دور معايا ما ندور معاك، أرا داك الفلوس كاملة اللي هنايا. أي 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 بغيت دير الفلوس كاملة، أنتي ما جاوبتيش على السؤال بغيت دير الفلوس كاملة. وأنت خليتيني أنا نجاوب، أرا داك الفلوس. وأنا أنت كتجاوبي، جاوبتي ولا ما جاوبتيش؟ دابا صاحبي بلا ما. شوف شوف شوف. أرا داك الفلوس اللي هنا. سمعي اختي خديجه، سمعي مزيان، راه خو ديك الفلوس اللي هنا، راه ديك الفلوس اللي هنا. انا جاوبت اصاحبي. انت كتبقى تقول لها خلا تفكر مزيان اصاحبي، راه غنعاودو داك الشيء. يصور معايا انا، يصور معايا انا ماشي معاك نتايا. راه بجوج بغى يصور معنا هو. هو ما بقاش يصور معاك، انت جاي داخل صنطيحه. انتوما تتشوفوا الفلوس كتبقى تشتوا اصاحبي. اش غدير؟ دور معاه دور معاه. ما تدور معايا ما ندور معاك. دور معاه. شحال نعطيها؟ شحال بغيتي يعطيك؟ ما يعطيني ما نعطيها اصاحبي. قاعد دوك جيري الفلوس. الفلوس يعاود يسولني وانا غنجاوب. وانا ما تعرفيش تجاوبي. وانت سوقك عاوتاني باغي تقول لي. شوف شوف باغي فلوس اخرى. ما تقلقيش، شوف ما تقلقيش، شوف نقول لك. لا اصاحبي بنادم كي داير. اسمع نقول لك، شتي هذا الدري هذا راه معايا وحنايا راه جينا شادين فيك ودايرين لك مقلب. ما تقلقيش. لا اصاحبي. اجي اجي اجي. شيل لي يا صاحبي. دور مع 200 درهم. دور معايا. 200 درهم، هذه 200 درهم ديال المشاركه واخا ما جاوبتيش. واخا ما جاوبتيش. 200 درهم. وكنتي ما كتجاوبيش، انت ما كتجاوبيش، كتسمعي منه. قولي لي قولي لي قولي واش تبقى تقولي انت ما تقولي؟ قولي لي شوفي عندنا هاد القناة سميتها قناة Smile You، ممكن تدوزي معنا فيها؟ مرحبا اخويا مرحبا. ماشي مشكل ماشي مشكل. علاش تقلقتي على واخا ما جاوبتيش؟ اودي اصاحبي بحال هذا شي عسو اودي الساك. يلاه مع السلامة. شكرا لك. سلامة اخويا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا راك غيواني. هي البركه. شنو سميت هذا؟ القنبري، الهجوج، السنتير. عنده بزاف ديال السميات. متعدد الاسماء. مولوع دابا انت. هي البركه. قول لي اخويا، كتعرف قناه سمايليو؟ ما عرفتش. نعرفهاش اخويا. خويا عندنا واحد القناه في اليوتيوب سميتها قناه سمايليو. كيصيفطونا ولاد الشعب باش نطرحوا عليكم شي اسئله، ولا جاوبتي كتربح الفلوس. مرحبا اخويا. مستعد اخويا؟ مستعد اخويا ملي كاين الفلوس. مستعد كاين الفلوس. غادي تربح معنا ان شاء الله. مرضي بخير عليك. مزيان داير لاباس؟ بخير هاني لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. كاين مسابقه؟ متبع القناه ديالك؟ متبع القناه ديالك اخويا، الفان ديالك انايا. كتعجبك المسابقه؟ كتعجبني اخويا المسابقات ديالك. جلس اخويا ماشي مشكل. جلس مرحبا بك. شارك معنا. هاي شارك معنا ماشي مشكل. انا اخويا جا عندي انا الاول اخويا. ماشي مشكل بجوجكم تشاركوا. ماشي مشكل. نسالي انا ويدوزو. تربح غير شوف ركز مزيان، ولا جاوبتي صحيح غادي تربح ويربح هو وكلشي رابح. صافي خويا. خويا غادي نطرح لك واحد السؤال رياضي. عندك شنو الرياضة؟ شويه وصافي. خويا شكون هو الهداف التاريخي ديال البطولة الوطنية المغربية اللي ماركي اكبر عدد ديال الاهداف في عام واحد، يعني في دوري واحد؟ نقاش. الجواب ديالك النهائي؟ نقاش. شكون هو خويا الهداف التاريخي ديال البطوله الوطنيه المغربيه؟ بوساتي. الجواب ديالك النهائي؟ بوساتي. خويا خويا الجواب عندك انت خطا والجواب عنده هو صحيح. خويا مبروك عليك 50 درهم باقا 300 درهم. شنو قلنا مالك؟ والو خويا والو. باقي هذا الاخر، هذا غادي 300 درهم الا جاوبتي صحيح. لا كتبت. خويا شكون هو الفريق الوطني المغربي اللي فاز بالدوري المغربي ب 90 نقطة الي وروتور ارباح؟ انت اش قيدني؟ ها؟ اش قيدني عاوتاني؟ لا ما قيدكش. دبر راسك. قصبت هاد لا. قصبت هاد لا اخويا. الجواب ديالك النهائي؟ النهائي اخويا. خويا شكون هو الفريق الوطني اللي فاز بالبطولة الوطنية الي وروتور ارباح؟ النادي الرياضي. النادي الرياضي القنيطري. أكد. أكد أصاحبي. مبروك عليك 300 درهم. الجواب عندك صحيح. الجواب عنده صحيح، راه هو اللي جاوب صحيح. اخويا قيدني. هو اللي جاوب صحيح. هو اللي جاوب صحيح. قيدتيني. راه جاوبت اصاحبي. راه هو اللي جاوب صحيح. جاوبت انا صحيح. شنو؟ وشوش ليا في ودني هو تغني. وشوش ليك ما والو. كنت غير كنهضر. انا كنت غير كنهضر مع راسي. ما تقسمش. شنو نقسم معاك اصاحبي؟ ما تقسمش. شنو نقسم معاك؟ ما تقسمش. هو اللي فاز، هو اللي جاب الجواب صحيح. واش ما غاتقسمش؟ راه هو اللي جاب الجواب صحيح. ما قاد يدير والو صاحبي. صاحبي جلس. وين الناس باغا تقسم الدرهم؟ جلس صاحبي. اجلس جلس 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 دابا شي غني. اجلس دابا اجلس صاحبي. مالك صاحبي؟ سير انت ليه صاحبي، سير ليه. شي غني عليا جلس صاحبي. راه ديك الفلوس، راه ديك 200 درهم. راه شد هكا صاحبي. مالك صاحبي باغا تقسم الدرهم صاحبي؟ اخويا تيغني عليا، بقى في الحال ماشي جاي تندور شندير فيها. تيقول لي ولكن هو اللي جاوب صحيح. تيدير لي واش يوشوش عليا فاش تنبغي نجاوب. وانت كنتي عارف الجواب؟ واه هو ما كنتش عارف الجواب، ولكن راه هو خويا راه ما يوشوش عليا. ما قلتش لك، راه ما قلتش لك، قلتها. شوف شوف اسمع لي، اسمع لي دمك سخون اصاحبي. اسمع لي اسمع لي اسمع. 200 درهم خوذها واخا ما جاوبتيش صحيح بصحتك. هذا راه صاحبي مطلعنا عليك. هذا صاحبي، هذا مطلعنا عليك. سمعتيني انت صاحبي؟ غتقتلنا الدري يا صاحبي. اخويا وزعما كدا، هذا خاص تكون صبار. لا مالك صاحبي؟ 200 درهم نقول له ما فيهاش الصبر. دابا 200 درهم ديتي هاك ما جاوبتيش اخويا. ولكن اخويا راه هو اخويا اللي فوشي. زعما كون ما قالكش تجاوب صحيح. واكو ما قالش كنا نقدروا، ما عرفتي شنو كاين. قول لي قول لي اخويا مسموح تدوز معنا في القناه؟ دوز اخويا ملي 200 درهم دوز اخويا. صافي دوز اخويا. يلا سمعنا سمعنا. قول في خاطر قناه سمايليو. في خاطر قناه سمايليو كاع المحبين ديروا جيم وبارطاجي وابوني وكاع داكشي اللي كيطلع تمايا في التليفون. انا الله يا بابا سيدي جلول بوعلا او هذا حال الله يداوي سيدي جلول بوعلا او الشرفات وما داوي وحال الجلالي بوعلا الله يا بابا سيدي جلول بوعلا هذا حال الله يداوي سيدي جلول بوعلا والشرفات وما داوي وحال الجلالي بوعلا.